خلال عامين وأكثر حولت الميليشيا حياة اليمنيين إلى جحيم والأفراح إلى أتراح ومآتم. في محافظة مأرب تحول العيد إلى موعد للحزن والوداع لثمانية أطفال سقطوا شهداء جراء استهداف الميليشيا بصواريخ الكاتيوشا لحي الزراعة شمال المحافظة. أن الجريمة التي حصلت في حي الزراعة جريمة شنعاء لا يسكت عنها أي مواطن، والذي راح ضحيتها كلهم أطفال أبرياء لا ذنب لهم، وفي الساعات الأخيرة من أيام رمضان. هذه الجريمة أثارت موجة كبيرة من الغضب لدى الأهالي الذين شيعوا جثامين الأطفال إلى مقبرة الشهداء متوعدين بتخليص اليمنيين من أفعال الميليشيا بحقهم. ليلة العيد دمر الأطفال، ما ذنب الأطفال؟ هذا أعمارهم الكبير 12 سنة والصغير عمره حوالي 3 سنوات ونص، يعني ظلم. ما يعني هل هم ذلا إرهابيين الذي يقول عليهم؟ هل هذا لا أمريكا وإسرائيل الذي يقول عليهم عفاش وعلي عبد الله صالح؟ يعني الإرهاب والدعاش هم هؤلاء الأطفال؟ والله إنه خسران بالأطفال هذا، ولن يهدى لحد بال إلا لم يأخذ الثار مهما طال الوقت ومهما قصر. يوما بعد آخر تتورط ميليشيا الحوثي وصالح مع اليمنيين وتنجح في استعدائهم وتضييق الخناق على نفسها، فلا توجد أسرة ربما إلا وأصبح لديها ثأر مع هذه الجماعة التي تستهلك عمرها بإصرارها على قتل مزيد منهم كما يقول المشيعون. هؤلاء قتلة هلا مجرمون من دم أجلاء ما وصلوا جميع مناطق اليمن. وبالنظر للإحصاءات فإن جماعة الحوثي وصالح كثفت من استهداف المدنيين العزل، وهو الأمر الذي يفسره الكثيرون بالحرب الانتقامية من اليمنيين الذين رفضوا الرضوخ والقبول بها.